smaller and to smaller units to be ready for absorption by filling. يعني الجهاز الهضمي يستهلك الطعام ويجزئه ويكسره، يفوت ويكسر هذا الطعام into smaller units إلى وحدات صغيرة to be ready تكون جاهزة for absorption للامتصاص by villi بواسطة الزغابات by villi بواسطة الزغابات اللي راح ناخذها بشكل مفصل وتعريف and eliminate undigested والطعام غير المهضوم المتبقي material والمواد الغير مهضومة المتبقية as faces أو eliminated تطرح هاي المواد الغير مهضومة as faces كغائط through defecation process من خلال عملية التغوط عملية التغوط ممكن هذا يصير تعريف هنا وكو بي فراغات سستن ليف فراغ مثلا زين نجي للموضوع الثاني اللي هو structure of digestive system structure of digestive system مجموعة تركيب الجهاز الهضمي اللي هو يبدأ من الفم mouth وينتهي finishes it finishes thus the anus بالمخرج يبدأ بالفم وينتهي بالمخرج anus mouth anus لكن قبل لا نبدأ بأول تركيب للجهاز الهضمي اللي هو الماوث راح ناخذ عدة نقاط مهمة تخص تركيب الجهاز الهضمي. أول نقطة digestive system is a long tube. الجهاز الهضمي هو عبارة عن قناة أو أنبوب طويل which starts يبدأ with mouth بالفم and finishes anus يبدأ بالفم وينتهي بالمخرج قناة طويلة تبدأ بالفم وتنتهي بالمخرج starts with mouth and finishes anus النقطة الثانية diameter of digestive tube قطر الأنبوب الهضمي هذا becomes يصبح narrow ضيق or wide أو واسع according حسب to its position حسب موقع يعني قطر الجهاز الهضمي يصبح become narrow ضيق أو واسع wide حسب موقع يعني مثلا المريء إيسوفاغس نارو ضيق لكن المعدة ستومك وايد نصل سمول انتستين نارو ضيق وهكذا حسب موقع زين النقطة الثالثة there are associated glands هنالك غدد مرتبطة on this tube بهذا الأنبوب اللي هو الأنبوب الهضمي طبعا digestive tube such as ك salivary glands الغدد اللعابية liver الكبد and pancreas وهاي راح ناخذها بالتفصيل تقريبا دروس جاية النقطة الرابعة these glands secrete هذه الغدد تفرز enzymes انزيمات and other materials ومواد أخرى into the digestive tract to help the digestion مواد أخرى في المسارات أو المسالك الهضمية للمساعدة في الهضم هذا يجي تقريبا تعليل يجي فراغات هاي النقطة مهمة النقطة الخامسة digestive system composite تتألف of mouth
pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. فتبدأ بالماوث، pharynx بالعوم، esophagus مريء، stomach المعدة، small intestine الأمعاء الدقيقة and large intestine الأمعاء الغليظة. نعم.